Bonsoir à tous et à toutes. مساء الخير أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي دارسي اللغة الفرنسية. موضوعنا النهاردة بنتكلم عن جرامير اونيتي ان، جرامير الوحدة الأولى، قواعد الوحدة الأولى. طبعا لا مفر ان هو هيجي منها في الامتحان ان شاء الله، على أقل تقدير بنتكلم في 5 درجات من أصل الامتحان. مطالب من حضراتكم التركيز. الناس اللي معاها الكتاب هتفتح الكتاب على صفحة رقم 72، والناس اللي مش معاها الكتاب هتتابع معايا وتدون في كراسة كل المعلومات اللي يتم شرحها النهاردة. بس في البداية بحب أفكركم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل حصة عندنا على طول. بسم الله توكلنا على الله، نبدأ الحصة. صفحة 72، أول درس عندنا في الجرامير ارتباط الأفعال بالأدوات وحروف الجر. كل فيرب بيبقى ليه شيء يستخدم بعده. أول ملحوظة قلناها في القاعدة أو في الحصة الأولى من الجرامير إن الأفعال فيرب أدوري اللي هو بمعنى يعشق، إيمي بمعنى يحب، بريفيري بمعنى يفضل، ديتوستي بمعنى يكره، براتيكي بمعنى يمارس، فيزيتي بمعنى يزور. دي بيجي بعدها أدوات المعرفة، لو للمفرد المذكر، لا للمفرد المؤنث، وإلا بوستروف مفرد مبدوء بحرف متحرك، ولي للجمع. زي الاكزامبل، يعني عايز اقول يا شباب ان في اي وضع الافعال دي بتاخد ادوات معرفة. زي الاكزامبل عندي كوم جيم لو فوتبول، احب كرة القدم. جادور لا بلوي، اعشق المطر. و جيم بوكو لافيون، احب كثيرا الطائرة. كاتر جو نو بريفير با لي مونتاني، أنا لا أفضل الجبال. نلاحظ في ال4 جمل استخدمنا أدوات معرفة على الرغم من وجود كلمة زي بكو، على الرغم من وجود النيجاسيون. القاعدة رقم 2 هو فيرب فير بمعنى يفعل أو يعمل أو يمارس. في البداية نتذكر مع بعض تصريف فيرب فير أو بريزون كوم جو في، تو في، إيل في، إل في، أون في. بصي نو فيزون جبناها ازاي؟ خدت في دي وزودت لها اونس. فو في، خدت في بتاعت ايل اهو وزودت لها او اس. اما فان افيك ايل او ال افيك اس زي ما هي. فيرب فير بيجي بعد دو للمفرد المذكر، دو لا للمفرد المؤنث، دي الابوستروف مفرد مبدوء بحرف متحرك، ودي للجمع. اما في حالة النفي يتم تحويل دو ودي لا ودي الابوستروف ودي الى دو او دي ابوستروف، ودي ابوستروف لما بيجي بعدها فويل. زي الاكزامبل عندي كوم جو في دو تونس، انا امارس التنس. دو il fait de la natation، هو يمارس السباحة. 3 elle fait de l'équitation، هي تمارس ركوب الخيل. 4 nous faisons des courses، نحن نتسوق. 5 je ne fais pas des courses، انا لا اتسوق. نلاحظ استخدام دو للمذكر ودي لا للمفرد المؤنث ودي الابوستروف للمفرد المبدوء بحرف متحرك ودي للجمع. اما في حالة النفي بنستخدم دي. فيرب 3 فيرب جوي، وفيرب جوي بمعنى يلعب. اللي بيجي بعده بيجي بعد او عشان يجي بعدها لعب بها كرة. عايز اقول ان كل الالعاب اللي فيها كرة بتاخد او اللي قدامنا دي يا شباب، زي جو جو او تونيس، جو جو او فوتبال، جو جو او اون بال، او باسكت بال، ما عدا لعبة واحدة فيها كرة هتاخد الا الا بيتونك اللي قدامنا اهو، نديها علامة.
طب دي ودي لا ودي الابوستروف امتى بنستخدمهم؟ عشان يجي بعدهم آلات موسيقية. وللعلم فيرب جوي فيرب قوي زي فيرب ايمي لا يؤثر في النفي زي فيرب اتري. يبقى احنا بنقول هنا بقى ايه، ركز وسجل النقطة دي، نقطة مهمة. فيرب اتر وفيرب جوي وافعال الحب والكر لا تتأثر بالنفي. نرجع لجوي، دي آلات موسيقية مفرد مذكر. جوي دي لا آلة موسيقية مفرد مؤنث. جوي دي الابوستروف آلة موسيقية مفرد مبدوء بحرف متحرك. اكزامبل 3، جو جو دو بيانو، انا بعزف بيانو. جو جو دي لا جيتار، انا بعزف على الجيتار. جو جو دي لورج، انا بعزف على الاورج. وهنا طبعا نلاحظ دي الابوستروف نظرا لوجود فويل. وطبعا فيرب جوي يعني عن الهوايه، يعني مش للاحتراف، لان فيرب فيرب يخص الاحتراف. الجزئيه الثانيه هي جزئيه البوسيسيف، وسبق واتكلمنا عنها في اول حصه للمراجعه برضو. البوسيسيف اللي هي الملكيه في ثلاث طرق بتعبر عن الملكيه. الطريقة الأولى هي موم مامي اللي هي ياء الملكية في اللغة العربية، تون تاتي هي كاء الملكية في اللغة العربية، سون ساسي هاء الملكية في العربي، ناتر ناتر نو ناء الملكية في العربي، فوتر فوتر فو كم للملكية، ولار أولار أولار فيك أس هم للملكية. تستخدم للتعبير عن الملكية ويتم تحديدها من خلال الآتي، وهو ده الكلام المهم. تفتكروا كلامي إن شاء الله ثانوية عامة 2020 أهو، هنكتبها 2020 إن شاء الله، ونديها كمان لون مختلف أهو. أول حاجة تحديد فاعل الجملة، ده أنا عشان أجاوب عليها. أول حاجة تحديد فاعل الجملة، عشان أقول لك إن جو بيجي معاه مو مامي، وتيو بيجي معاه تون تاتي، وإيل أو أل أو سان أو أون بيجي معاه سون ساسي، نو نوتر نو، فو فوتر فو، إيل أو أل أفيك أس، لور أو لور أفيك أس. طب يا مسيو حددنا الفاعل، وبعدين نبص على الكلمة اللي بعد النقط، وبنقول تحديد نوع وعدد الكلمة الموجودة بعد النقاط. بص معايا في الاكزامبل، جو سور افيك مون بير، انا بخرج مع بابايا. فاستخدمت هنا مو عشان بير مفرد مذكر. طب لو كانت هنا مير كنت اكتب ما، لو كانت هنا سور برضو ما، لو كانت هنا امي للجمع كنت اكتب مي، لان مون تتبع ما بعدها زي ما موجود هنا. العمود الاول ياتي بعده مفرد مذكر ومفرد مؤنث مبدوء بمتحرك اللي هو مون تون سون نوتر فوتر لور. العمود الثاني ياتي بعده مفرد مؤنث مبدوء بحرف كونسون حرف ساكن هو ما ستا سا نوتر فوتر لور. العمود الاخير للبلوريال مي تي سي نو فو لور افيك اس. 2 tu fais tes devoirs، انت بتعمل واجباتك، هنا استخدمنا تي ركز. 3 il porte ses vêtements، هو يرتدي ملابسه. elle sort avec son ami، هي بتخرج مع صديقتها. هنا كلمة أمي كلمة في مينا كلمة مؤنثة، بس هنلاحظ ان هي مبدوءة بحرف فويال حرف متحرك. نمرو 5 nous sommes dans notre classe، بنكون في فصلنا. كلمة notre بيجي بعدها مفرد بنوعيه. vous prenez vos parents، vous يجي بعدها plural. ils prennent leurs serviettes، هم بياخدوا فوطة بتاعتهم. ده أول شكل بيعبر عن البوسيسيف. الشكل الثاني واتسبق وجه في امتحان ثانوية عامة قبل كده هو اترأ. واترأ معناها ايه؟ معناها يكون لي. يعني ايه قصده يكون لي؟ يعني يكون لي انا، او يكون لك انت، او يكون له هو الى اخره. طبعا بيجي بعدها برونوم. برونوم بور اكسبريمي دي بوسيسيف، اي ضمير لكي يعبر عن الملكية. اترأ موا، يكون لي انا اهو. ترجم معايا واكتب الترجمة. اترأ توا، يكون لك انت.
اترأى لوي يكون له هو، اترأى ال يكون لها هي، اترأى نو يكون لنا نحن، اترأى فو يكون لكم انتم، اترأى او يكون لهم هم، اترأى ال افيك اس يكون لهن. اترأى موا بتساوي مون او ما او مي، مون على حسب اذا وقع في اول الكلام مفرد مذكر، ما لو وقع في اول الكلام مفرد مؤنث، ومي للجمع. زي الاكزامبل الرقم واحد، ست شوميز ايتا موا، هذا القميص يكون لي انا، فعلى اعتبار هنا جاب لي نقط. بتساوي ايه؟ نجيبها واحدة واحدة. بيقول لي هذا القميص يكون لي انا، انا قلنا بتساوي مون مامي، يبقى موا هتبقى مون او ما او مي وفقا للكلمة اللي في الاول دي. الكلمة ديت مفرد مؤنث، يبقى في الوقت دوت هنديها ما، ما شميز. سو بالون ايتا ال، ال سون ساسي، بالون مفرد مذكر فديناها سون، يبقى نبدأ نديهم الوان مختلفة. سات سيرفيات ايتا نو، الفوطة بتاعتنا، يبقى نوتر او نو، سيرفيات مفرد يبقى اخدت لها نوتر. سي ستيلو سونتا ال باردو لور او لور افيك اس، كلمة ستيلو جمع فاخدت لها لور افيك اس. ده تاني شكل بيعبر عن البوسيسيف. الشكل الثالث هو حرف الجر دو. حرف الجر دو يعبر عن البوسيسيف ازاي؟ بص في الاول بقول لك حرف الجر دو بيساوي الضمير سون، امتى؟ اذا جاء بعده اسم مفرد وقبله اسم مفرد مذكر. زي مثلا لو ليفر دو سلمى، كتاب سلمى، بتساويها ده دو، وجي بعدها مفرد فعرفت هنا هتساوي سون او سا او سي، يبقى ليفر هنا مفرد مذكر فقمت قايل سون ليفر، كتابه او كتابها، الاثنين صح. اتنين للفيمينا سنجولي تبقى سا، لا شوميز دي بيير، اميس بيير، يبقى ماليش دعوه بسلمى وبيير، ده سلمى وبيير عرفتني ان انا استخدم سون او سا او سي، يبقى الشوميز كلمه مفرد مؤنث فاخدت لها سا، سا شوميز. ماسكولان فيمينا بلوريال يبقى سي، لان لك غيان دو سلمى يبقى اقول سي غيان. كذلك دو بتساوي سون سا لور او لور افيك اس، لما بيجي بعدها اسم جمع وجي قبلها اسم مفرد يبقى لور. كوم لو ليفر دو ميز انفون، كتاب اولادي، يبقى لور ليفر. قبل وبعد جمع، قبل وبعد جمع يبقى لور افيك اس. لي ليفر دو ميز انفون يبقى لور افيك اس افيك ليفر. وديت بالنسبه للبوسيف، وبرده من المتوقع تيجي في الامتحان اكيد. الدرس الشائك دايما هو درس البرونوم بيرسونال، الضمائر الشخصية. لازم في البداية نعرض الكلام، حس او عيش دور ان انت مدرس، خد طريقتي واشرحها لاصحابك، تمام؟ البرونوم بيرسونال، الضمائر الشخصية، تنقسم الى 5 انواع. اول نوع هي الضمائر التي تحل محل فاعل، اللي هي قدامنا جو، تو، إل، ال، on, nous, vous, il, elle. تاني نوع من الضمائر هي ضمائر تخص الأفعال ذو ضميرين وكذلك للمتكلم أو المخاطبة، طبعا هنشرحهم. me أو am apostrophe, tu أو ti apostrophe, su أو as apostrophe, nous, vous, su أو as apostrophe. تالت نوع من الضمائر وهي ضمائر تحل محل عاقل وتوكيد وتأكيد، قصدي لي موا انا، توا انت، لوي هو، ال هي، نو نحن، فو انتم، او افيك اكس، اكس هم، ال افيك اس هم هن. نمرو كاترو، الضمائر تحل محل مفعول مباشر، لو او الابوستروف، لا او الابوستروف، لي ان. خمسة لوي او لور او اجراك، ضمائر تحل محل مفعول غير مباشر. هنبدأ طبعا هنشرح الخمس أنواع للبرونوم بيرسونال.
أول نوع سبق وشرحناه طبعا، هي الضمائر التي تقع في أول الجملة. والضمائر التي تقع في أول الجملة بتكون في البداية الضمير جو أنا، يمكن استبداله بالضمير جي أبوستروف عندما يأتي بعده فعل مبدوء بحرف متحرك، زي مثلا بقول هنا جريف أصل، جم أحب، جي أملك. الضمير جو والضمير تو لا يصح استبدالهم نهائيا باسم أو العكس. أما الضمائر التي تستبدل بأسماء واحد، الضمير إيل هو، اكتب هو، يمكن استبداله باسم مفرد مذكر عاقل أو غير عاقل إذا وقع في أول الجملة، قم، ياسين، حمزة، أليفر. الضمير اللي بعده هو الضمير ال، هي، يستبدل باسم مفرد مؤنث عاقل أيضا أو غير عاقل، زي فريدة، سلمى، إن، شات، قطة. وصلنا مع بعض للضمير ال يا شباب. والضمير ال يستبدل بفريدة، بسلمى، بأنشاد. نو لا يستبدل إلا في حالة واحدة فقط، إذا وقع في أول الجملة أي اسم إموا، إموا إتوا، أنا وإنت، فريدة إموا، فريدة وأنا، ياسين إموا، ياسين وأنا. فو إذا وقع في أول الجملة أي اسم إتوا، زي سلمى إتوا، فريدة إتوا، ياسين إتوا، إتوا وأنت. أما إلى فيك أس للجمع المذكر عاقل أو غير عاقل، زي ما بقول ياسين إفريدة، ياسين وفريدة، حمزة إسامي، دي ليفر. إلى فيك أس للجمع المؤنث عاقل أو غير عاقل، زي فريدة إيمونا، سلمى إمريام، دي شاد. الضمير أون في النهاية ضمير معناه نحن، لكن أول ما بشوفه كأني شفت الضمير إيل تماما. ده أول نوع من الخمس ضمائر. تاني نوع عندنا ولازم نسجل مع بعض يا شباب، ضمائر الأفعال ذو ضميرين. لا ده احنا اديناها الاسم ده مؤقت، لكنها تقع بثلاث أشكال. أول شكل بيقول لي إذا حدث توافق بين ضمير الفاعل وضمير المفعول فتخص الذو ضميرين. يعني ايه توافق يا شباب؟ جو مو او ام ابوستروف، انا اعدلها كده عشان تبقى اوضح. جو اذا وقع معاها مو او ام ابوستروف دي فعل ذو ضميرين، تو تي او تي ابوستروف، نو نو، فو فو، ايل ال اون، ايل او ال افيك اس، سو او اس ابوستروف. طب يا ترى الفعل ذو ضميرين ده بيعمل ايه في الفيرب؟ زي مثلا فيرب سنتروني، يتدرب، اللي هو ده يا شباب، جو مونتران او كلوب، انا اتدرب في النادي، يبقى انا اللي بعمل الحركه. طب لو شلت الام ابوستروف دي وخليته بالشكل ده، ركز، ها اهو، واستبدلتها كده بابوستروف، بقت جونترن او كلوب، يبقى انا ادرب في النادي. يعني في الجمله اللي فاتت اللي هي دي، جو مونتران او كلوب، انا اتدرب، يبقى انا اللي بقوم بالحركه. لكن لما اقول جونتران انا بدرب غيري. يبقى دي فكره الفعل ذو ضميرين. بص معايا، الضمير مو انا، نو نحن، تو انت، فو انتم. الضمائر دي اسمها ضمائر متكلم وضمائر مخاطبة، وتقع بين الفاعل والفعل، تقع بين الفاعل والفعل. وبيقول لي في الجملة الأمرية المثبتة يتم تحويل الضمير مو إلى موا، وتو تتحول إلى توا، زي دون موا، دوني موا أن ستيلو، اعطيني قلم، اعطيني أنا، لاف توا لما، اغسل ايديك. خلي بالك مو تحول الى تو، والعكس صحيح عند الاجابة على الاسئلة.
نو تحول الى فو والعكس صحيح. زي الاكزامبل هنا بيقول لي tu me vois, انت تراني انا, انت ترى انا, انت شايفني. قال له وي je te vois, ايوه انا شايفك. يشوف هنا المتحولت الى tu. نو tu nous parles, انت تتحدث الينا. قال له وي je veux parle, ايوه انا اتحدث اليكم. tu m'écoutes, انت سامعني. فقال له وي je t'écoute, ايوه انا سامعك. دو tu nous expliques, انت بتشرح لنا احنا. قال له وي je vous explique, ايوه انا بشرح لكم. وده تاني نوع من انواع الضمائر عندنا. ثالث نوع من الضمائر, وهي ضمائر تحل محل عاقل, يعني بتحل بتدل على الانسان فقط, وتاتي بعد حروف الجر الاتيه بور معناها من اجل, افك مع, شي عند, اكوتي دو بجانب, سون بدون, سف مع. ده ترجم الضمائر. هي يا شباب لي برونوم مو انا, توا انت, لوي هو, او هي, نو نحن, فو انتم, او افيك اكس هم, ال افيك اس هن. بيجي لي السؤال ازاي؟ زي الاكزامبل اللي قدامي ده, جو في اليكول افيك ميزامي, انا بروح المدرسه مع اصحابي. اجي ارد اقول جو في اليكول افيك او, انا بروح المدرسه معاهم. فانا استبدلت ميزامي اللي هي الجمع دي بأو افيك اكس اللي هي هم. اكزامبل دو بيقول لي تو فيان افيك موا, هل تاتي معي؟ قال له وي جو فيان افيك توا, ايوه انا جاي معاك. تدل على العاقل فقط. وده ثالث نوع من الضمائر. النوع رقم 4 وهي ضمائر تحل محل مفعول مباشر, والمفعول المباشر لم يأتي قبله حرف جر. والضمائر كالآتي يا شباب, لو أو الابوستروف تحل محل مفعول مباشر يكون مفرد مذكر, لا أو الابوستروف تحل محل مفعول مباشر مفرد مؤنث, لي تحل محل الجمع طبعا مع المفعول المباشر, أما أو يحل محل مفعول مباشر مسبوق بأداة نكرة أو تجزئة أو عدد أو كمية أو دو زائد غير عاقل. أفعال عندما نجدها بعد النقاط بنستخدم ضمير من الضمائر اللي قدام. إيدي يساعد, إيمي يحب, فيزيتي يزور, فوار يرى, بريباري يحضر, انكوراجي يشجع, لونسي يمرر, باسي يمر او يقضي طبعا. هقول شوية اكزامبل عن الضمائر التي تخص المفعول المباشر وازاي بتيجي. هنعمل طبعا هنا السؤال بتاعنا, هيقول لي شوازي اختار, لو لا الابوستروف لي ان, نخلي طبعا التدريبات بلون اخر. Mon ami, je vois de mon ami, je aime toi, mon ami, je vois mon ami, je aime
mes parents. Je vois mes parents. Je aime la pomme. Je aime la pomme. Je خليها هنا مش جو بقى، نخليها إيل عشان ما تبقاش واضحة كده للطالب استخدم إيه يعني، نخليها صعبانية شوية. مونج هنا يا اخوانا مونامي، هنا الاختيار الصحيح بيتوقف على معنى الفيرب الذي يقع بعد النقاط. مونامي صديقي، انا ارى، يبقى انا ارى صديقي، يبقى في الوقت دوت استخدم لو. جو لو فوا، انا اراه. مونامي صديقي، جو ام، انا بحبه، يبقى في الوقت دوت استخدم الابوستروف بدلا من لو عشان ام مبدوءه بحرف فويل. مونامي صديقتي، يبقى هقول صديقتي ها بنت، يبقى هستخدم جو لا فوا، انا اراها. مونامي صديقتي، جو ام، انا بحبها، يبقى جو لام. مي بارون، والدي، جو لي فوا، انا اراهم. مي بارون جو ام، يبقى جو لي زام، انا بحبهم. كلمه لا بوم هنا التفاحه، ايل ام، يبقى ايل ام التفاحه، بيحب ال، يبقى جو او ايل لام هو بيحبها. اما ايل مونج بياكل، يبقى الكلام لما بيبقى فيه اكل شرب عدد كميه اخد الضمير اون، ايل اون مونج هو بياكل منها. دي بالنسبة للبرنوم بيرسونال، الضمائر الشخصية التي تحل محل كومبلمون اوبجي ديريكت مفعول مباشر. مهمة جدا الافعال اللي قدامي دي يا شباب. اخر نوع من البرنوم، البرنوم بيرسونال اللي هي كومبلمون اوبجي انديريكت، اللي هي لوي لور ايجريك. كنا بنعمل لها رسمة، لوي ولور للعاقل، لوي عاقل مفرد ولور عاقل جمع، اما ايجريك للغير العاقل. افعال ياتي معها الوي ولور كم اوفرير، ترجم اوفرير يقدم، ايوه دوني يعطي، تليفوني يتصل، انفوي يرسل، بريتي يستعير، اكرير يكتب، بارلي يتحدث. ولا تنسى جميع الحيوانات تأخذ مع فيرب دوني لوي ولور. أقول شوية إكزامبل تاني عن البرونوم بيرسونال. أهو البرونوم بيرسونال هنا موضوع شائك. كم لا سيتا دل، القلعة. إل بوان فيزيت. لا سيتا دل إل فا علي. إل ال تليفون. مي بارون Je écris. La citadelle, Al-Qala. Il visite. قلنا بيتوقف على معنى الفيرب ده صح؟ يبقى هو يزور القلعة ولا يزور في القلعة؟ يزور القلعة، يبقى ألف ولام، يبقى هنا هتاخد لا. لا citadelle, il va. هو يذهب إلى القلعة. يبقى في الوقت ده ياخد إجراك. وللعلم يا جراك السنة دي ملغي، يعني مش هيجي في الامتحان.
علي أل تليفون هي تتصل بعلي يبقى تاخد لوي. مي بارون جو إكري أنا أكتب إلى والدي يبقى هتبقى لور. دي بالنسبة للبرونوم بيرسونال. آخر نقطة في الجرامير بتاعنا هي ريبوندر أ أون كيستيون بار وي أو نو أوسي، جاوب على السؤال يا إما بوي يا إما بنو يا إما بسي. هنا بقول لا كيستيون بوزيتيف، لو كان السؤال مثبت. يعني ايه مثبت؟ يعني ما فيهوش نفي، سؤال بهال مثبت. زي مثلا بيقول لي فوز علي على الانترينمون، هل انت تذهب الى التدريب؟ وي، يبقى سؤال مثبت اجاوب عليه يا اما بوي يا اما بنو. اما السؤال المنفي هجاوب عليه يا اما بسي يا اما بنو. سي بتساوي وي بس مع السؤال المنفي. هل تذهب للتدريب؟ قال له وي il commence à 4 heures. ايوه التدريب يبدا الساعه 4. طب نو؟ قال له نو il n'y a pas d'entraînement، لا يوجد تدريب. نو l'entraînement à la grippe، التدريب اتلغى. اما من السؤال المنفي اجاوب بسي او بنو. كوم tu ne prends pas ton sac de sport، انت مش هتاخد الشنطه بتاعت الرياضه بتاعتك. قال له سي جو لو برون، بلا اخد. سي جو برون لو ساك، بلا اخد الشنط. نو نو جو نو لو برون با، لا مش هاخد. تعال بقى نشوف مع بعض فاهمين ولا مش فاهمين، ولا نايمين ولا صاحيين ولا تعبانين. شوزي لا بون ريبونز، اختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 اون نو تروف با بالون. اون بالون مفرد مذكر، أون بتساوي إيل يبقى عايزة نوتر نوت، باردون سونساسي أو نوتر نو. هنا هاخد نوتر طبعا لأن كلمة بالون مفرد مذكر. جو برون مون ساك دو سبور إي مايو، هاخد مون ساك مايو ماسكولان يبقى تاخد مون. ديباش توا أسرع، فا بتصرف مع إيل. إيه ده مفيش إيل، يبقى ايه اللي بيساوي ايه؟ الضمير اون، يبقى اون فا اريفي. 4 ناتالي فو فير جودو، جودو مفرد مذكر، فير دو، برافو جودو دو لان كلمة جودو مفرد مذكر. لانترينور سون، لانترينور جمع مذكر، سون سامبا، برافو للجمع بنوعيه كلمة سامبا، يعني سامبا في المفرد بنوعيه، يبقى الجمع ضفت له اس، جمع بنوعيه. نمبر 6 tu aimes chanson، كلمة شانسون كلمة فيمينو فتاخد برافو. 7 للفيمينو، 7 شانسون مفرد مؤنث هذه الأغنية. 7 c'est une tri، اون فيمينو مؤنثة يبقى عايزة مؤنث طبعا، بون للمفرد المؤنث. C'est une terrible bonne idée، إنها فكرة جيدة جدا. لا نمبر 8 لا سي كوا، لا مفرد مؤنث يبقى شاس بادمنتون تونس. هختار شاس لأن شاس كلمة مفرد مؤنث معناها الصيد، أما بادمنتون مفرد مذكر، تنس الريشة، تونس مفرد مذكر. نمبر 9 ست سيرفيات ايتا، هذه الفوطة تكون الى، الى ماذا، الى ما، الى من، يبقى الى من، يعني بتاعت مين الفوطة دي، بتاعت مين. نمبر 10 مون امي صديقي، je vais envoyer، انا سوف ارسل. قلنا يتوقف على معنى الفيرب اللي بعد النقاط، انا سوف ارسل صديقي ولا انا سوف ارسل الى، برافو الى. طالما الى وصديقي عاقل ومفرد يبقى الوي، انا سارسل اليه ايميل. ريتشارد وفاصله، يبقى انا بامر ريتشارد، ده واحد. يبقى افتكر الامر بيتكون من ريتشارد يعني تو، يعني اخو برون. حد ممكن يقول لي طب والاس؟ اقول له الاس مع افعال المجموعه الاولى بس،
12. Qu'est-ce que tu fais sport? ماذا تفعل نقط رياضة؟ كم معناها ك. ايه الرياضة اللي انت بتمارسها يعني؟ 13. برات نقط توم مايو دوبان. سلفني المايو بتاعك، يبقى سلفني انا موا، لان المفروض تبقى مو وتحول الى موا بعد الفيرب في الامبراتيف. 14. Tu y as besoin. انت محتاج. Pour faire de l'équitation لممارسة الفروسية. يبقى ماذا تحتاج او انت محتاج ايه؟ دي كوا ماذا تحتاج او على ماذا تعتمد لممارسة الإكويتاسيون. 15. Je suis cette idée. انا اكون نقط هذه الفكرة. Pour مع هذه الفكرة. 16. Vous les sports collectifs. انتم نقط الرياضات الجماعية او الفردية. فيرب فير عايز دو، بتفضلوا، تنفع، برافو، هي دي. فو بريفري، انتم بتفضلوا الرياضات الجماعية ولا الفردية؟ نو برونون باسكت، انتم بتلبسوا الحذاء الكوتشي بتاعكم بلوريال. ها طبعا نوتر نو، هاخد نو عشان البلوريال عشان الجمع. Le canoning et le karaté sont des sports جمع مذكر. يبقى فيولون، برافو للجمع المذكر، هي دي الإجابة الصحيحة. 19. On fait du cyclisme sur la. بنلعب السيكليزم اللي يركوب الدرجات. sur la route بالطريق. أصلا كور ملعب تنس وترا ملعب الكورة، والاتنين مذكر كمان. 20. Mon frère adore VTT. Ah, VTT مفرد مذكر. طب ما التلاتة مفرد مذكر. آه صحيح، بس عندي فيرب أدوري اللي هو يعشق، ففيرب أدوري خليني استخدم أداة معرفة اللي هي لو. 21. كل ديت للجمع المذكر، يبقى ندور كده. ده أنا عندي دي جمع ودي جمع ودي مفرد، مشيت. يبقى ياخد الأخيرة لأن أوبجي جمع مذكر. 22. Les joueurs بتساوي إيل أفيك أس. آه برافو، دواف بالإو إن تي عشان إيل أفيك أس. 7. مفرد مؤنث، برافو. كاسكيت مفرد مؤنث. 24. Elle prête livre. L avec S يا إما لور أو لور avec S. ده جاب لي الاتنين، استبعدنا اللي في النص، يبقى ياخد الأولى. ليه؟ لأن كلمة ليفر كلمة جمع. 25. Vous n'aimez pas le rafting. أنت مش بتحب الرافتينج. قال له بحبه، يبقى السؤال المنفي أجاوب عليه يا إما بسي يا إما بنو، يبقى بعدنا عن وي. هاخد سي للإثبات، سي للإثبات. 26. Les filles détestent jouer pétanque. قلنا جوي على طول ايو زائد لعبة فيها كرة ما عدا لا بيتونك، عشان لقينا بيتونك بعد النقاط اخدنا الا. 27. Tu me في حالة وجود فعلين، الاول مصرف والاخر مصدر. طب ما التلاتة مصدر، يبقى المعنى بريتي يستعير، انفويي يرسل، ايدي يساعد، يبقى تقدر تسلفني. تراكت ما ضربك. 28. سبور ماسكولان سينجولي مفرد مذكر. برافو، سو مفرد مذكر. طب ما حد ممكن يقول لي ناخد دي، ما ديت للمفرد المذكر بس المبدوء بحرف متحرك. 29. سي لاتاكون ادغوا نقط لوي لوبالون. المهاجم اللي على اليمين ده بصيله، ده أمر موجه لفرد واحد. اختار الفيرب اللي بينتهي بـ إيه طالما مجموعة أولى. 30. Je fais yoga. yoga قلنا اللي بيبدأ بالإجراك مفرد مذكر،
ومش هياخد أبوستروف. 31 مي بارون يعني إيه لافيك أس، يعني من الأدجكتيف ياخد دي يا دي، بعد النقط كلمة جمع يبقى هاخد الجمع لرافيك أس. جو فو، هصرف على جو ولا فو؟ أيوة سامعك، برافو، هصرف على الضمير جو لأن الفعل يقع في أول الجملة، يبقى هاخد جو فو زاتوند معناها أنا أنتظركم أنتم. 33 Alain est absent. Alain غايب. Tu téléphones. انت تتصل ب Alain، يبقى به تاخد لوي، تاخد لوي. 34 L'entraîneur يعني il، المدرب. نقط اللاعبين جيدا، يبقى المدرب بيعمل ايه؟ بيدرب، مش هو اللي بيتدرب، لان الفرق بين الاولى والثانيه ان دي بيدرب ودي هو اللي بيتدرب، يبقى بيدرب اللعيبة اونتران. لابوكس سي، ده دايما سي يا شباب بيجي بعدها، افتكروا صفة مفرد مذكر، صفة مفرد مذكر. حد يقول لي طب ما دي مفرد مؤنث، اقول له ماليش دعوة، هي سي بيجي بعدها صفة مفرد مذكر. ترانسي تو نو دوا با، في حالة وجود فعلين الأول مصرف الآخر مصدر، مصدر بينتهي بـ ER أو ER أو RE. 37 Vous ne venez pas avec nous، سؤال منفي إجابة مثبتة، يبقى سي على طول. 38 Ils vont eux، أنو فيرب بياخد eux؟ سامعك جوي، برافو. 39 Nous allons جيماناز، جيماناز ماسكولان، برافو، مفرد مذكر تاخد او. 40 اون فا ناجي اون اور، دي تحفظها بقى، اون دومي اور معناها نص ساعة، احفظها اكسبريسيون. 41 تو نفا با روغاردي لو ماتش على تيلي، سؤال منفي اجابة مثبتة سي. وما فيش طبعا تغيير في الإجابة. 42 tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année، سؤال منفي بيقول له انت مش هتحتفل بعيد ميلادك السنة دي، قال له انا هعمل حفلة كبيرة، يبقى سي برضه. خلي بالكو دي أسئلة في امتحانات سابقة. 43 tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année، ديت مكرر سي. 44 vous ne pouvez pas faire ce travail، je peux le faire، هو هو بس من غير النف، يبقى سي. tu as mal à la tête، هل تشعر بألم في الرأس؟ قال له j'ai mal aux dents، أصلا ده مش سؤال منفي، خلي بالك ده سؤال مثبت، يا إما وي يا إما نو. يقول له هل تشعر بألم في الرأس؟ قال له أشعر بألم في الأسنان، يبقى نو. vous n'allez pas sortir، أنت مش هتخرج، ده سؤال منفي، قال له احنا هنخرج، يبقى سي بلا. سؤال مثبت، اجابه مثبت. اسكون برون سي ان كرواسون، ده سؤال مثبت، هل نتناول ايضا كرواسون؟ قال له مش النهارده، يبقى نو. 48 لو جراند بير، جدو بروبوزا سي بيتيت في، بيقترح على بناته الصغيرين دالي فوار ان فيلم، ان هم يروحوا يشوفوا الفيلم، يبقى هو بيقترح عليهم، إليهم اللي هي لور. 49 veux-tu défigurer، أكل شرب عدد كمية الضمير أون. ليكزامان الامتحان، نو بونسون إحنا بنفكر في الامتحان، يبقى غير مباشر غير عاقل إجراك. 51 je vais chercher mes affaires، أنا سأبحث عن أدواتي. tu attend، انت تنتظرني انا، لان بدا بانا اهو، يبقى انت مستنيني. 52 tes amis viennent de sortir، اصحابك لسه خارجين. où vont aller، اين هم، ده انا استبدل دي ببرونوم اللي هي برونوم سوجي الى فيك اس، اين هم سيذهب، خبيثه دي خبيثه، خلي بالك.
53 tu achètes combien de 10 kilos de pommes اكل وشرب وعدد وكميه يبقى اخد ايوه سمعك اون برافو توماس مونج بوكو برضو اكل وشرب وعدد وكميه ياخد اون برافو 55 جيم لو سينما بحب السينما جي في اصلا بعد ما الاقي بعض النقاط فيربالي على طول اختار ايجريك على طول اختار ايجريك 56 il mange beaucoup de fruits اكل وشرب وعدد وكميه اخد اون برافو tu achètes combien de kilos d'orange برضو اكل وشرب وعدد وكميه اخد اون تكرار بيعلم الشطار 58 ce train je vais prendre انا سوف اركب القطار يبقى هنا مفعول مباشر مفرد مذكر لو عاقل او غير عاقل مش فارقه 59 le ballon الكره lance باصي الكره ال يبقى لو طلعت لي بنوته زي القمر كده بتفكر جالي بعد النقاط فيها حرف متحرك اقول لها خلي بالك ده بريبوزيسيون حرف جر مش هينفع احط عليه ابوستروف 60 ريغارد لي فوتو بص الصور ايديكري ووصفهم اوصفهم اوصف الصور لو شوكولا الشوكولا جو ام انا بحب ال يبقى خد لها ال ابوستروف لان الفيرب كومونس بار فويا اتمنى اكون فدتكم في جزئيه الجرامير الخاص بحصه النهارده هنكمل مع بعض ويا رب الفكره تكون سهله وبسيطه 62 tu vas chez le médecin oui je vais بعد النقاط فيربالي يبقى اختار على طول y 63 je suis allé faire des courses avec ma cousine انا ذهبت للتسوق مع بنت عمي je suis allé avec انا رحت معاها avec elle 64 tu pars en vacances avec tes parents دريت بقى اكسرسيز عن كل البرونوم للناس اللي دايما تسال عن البرونوم عيد وزيد فيها وهتلاقي نفسك باذن الله تمام انت مسافر مع في الاجازه مع والديك قال له ايوه انا مسافر في الاجازه معاهم جمع هي كلمة parent جمع مذكر 65 بيير جو في انفوايي انا سوف ارسل الى بيير اليه لوي 66 je raconte l'histoire انا بحكي القصه mon copain الى صديقي يبقى انا بحكي هالو ده عايز نستبدل الاستوار و امون كوبا يبقى الاستوار بلا لا لوي لان ده الترتيب ترتيب الضمائر لا ولوي انا هحكي هالو جو لا لوي راكون هحكي هالو دي جملة من جمل امتحانات الازهر 67 تيز امي فيان دو سورتير او فون الي متكررة يبقى بدلا من تيز امي استبدلتها ب اي لافيك اس 68 ma tante je vais téléphoner انا هتصل بخالتي هتصل بيها ولا واحده من دول يبقى الاجابه هتبقى لوي الاجابه لوي اللي هي ليها اهو 69 اما ايمالاد اما مريضه ابورت دي فلور احضر اليها يبقى لوي مفعول غير مباشر عاقل مفرد لوي وفي الاخير 70 لو فرونسي ام لو فروماج الفرنسيين بيحبوا الجبنه il mange beaucoup بياكلوا منها كتير اكل وشرب وعدد وكميه برافو الضمير اون الجزئيه اللي قبل الاخيره في حصتنا الايميل طبعا لازم نحط اجابات كامله يا شباب الاول هنكتب او نقول مع بعض الترجمه بونجور لو تونس سي كوا هاي ماذا تكون لعبة التنس او بوتون لو براتيكي اين نستطيع ان نمارسها دو كوا اون ا بيزوان بور لو براتيكي
ماذا نحتاج لكي نمارسها؟ أما نيجي نجاوب يا شباب نقول بونجور والإجابة لازم تاخد نفس الشكل. Le tennis est sport classique. التنس تكون رياضة تقليدية. On peut le pratiquer. نستطيع أن نمارسها sur le court بملعب التنس. On a besoin. بنحتاج. يقول لي ماذا نحتاج لكي نمارسها؟ بنحتاج دي راكت مضارب اي ان بال وكرة صغيرة. نكمل إجابة كاملة بور لو براتيكي لكي نمارسها. ترجمة أهم ما في الموضوع اللي احنا بنعمله ده يا شباب. اتنين بيقول لي سالو هاي كاس كي تو في كوم سبور اي تو تنترون كون اي تو ماذا تمارس كرياضة ومتى تتدرب وأين؟ سالو طبعا بنختار رياضة سهلة جو في دو فوتبول بلعب كرة القدم. Je m'entraîne أنا أتدرب. Tous les jours سوف ما عدا le vendredi ما عدا يوم الجمعة au club في النادي. Toi يولي سالو هاي أكالور تو فا ألي أو كلوب في أي ساعة ستذهب إلى النادي؟ كومون تو فا تو ديبلاسي كيف ستتنقل؟ إي أفيكي ومع من أبلوس وإلى اللقاء. هقول له سالو هاي جو في ألي أو كلوب أنا سوف أذهب إلى النادي. جو في ألي أو كلوب سوف أذهب إلى النادي آ 5 الساعة 5. كيف ستتنقل؟ جو في مو ديبلاسي أون تاكسي سأتنقل بالتاكسي أفك مونامي مع صديقي آ بلوس إلى اللقاء. نمرو 4 سالو هاي كال سبور تو براتيك أي رياضة تمارس؟ أو لو براتيك تو أين تمارسها؟ كال أوبجي تو أوتوليز أي أداة تستخدم؟ سالو هاي جو براتيك le football انا امارس كرة القدم. je le pratique انا امارسها au club في النادي. j'utilise انا بستخدم le ballon pour le pratiquer انا بستخدم كرة القدم أو الكرة الكبيرة لكي أمارسها. نمبر 5 سالو كال سبور تو براتيك أو إي بوركوا أبلوس هاي أي رياضة تمارس وأين ولماذا وإلى اللقاء. يبقى بقول له سالو هاي جو براتيك le football au club pour être en forme A plus et la leca
assise. Salut, hi. Le prof d'EPS vous conseille de faire quel sport? مدرس الألعاب بينصحكم بممارسة أي رياضة؟ أو أين؟ Quel équipement on doit utiliser? أي أداة يجب أن نستخدمها؟ Salut. Il nous conseille. هو بينصحنا de faire du football. هو بينصحنا بممارسة كرة القدم أو كلوب في النادي. On doit utiliser. يجب علينا أن نستخدم le ballon, الكرة الكبيرة. والأخيرة يا شباب. Salut, hi. Tu préfères le sport classique ou le sport extrême? أنت بتفضل الرياضات التقليدية أم الرياضات الخطيرة؟ Quel sport, أي رياضة؟ Ou tu le pratiques ou أين تمارسها؟ فأقول له سالو هاي جو بريفير لي سبور اكستريم كال سبور لا بوكس اين تمارسها هقول je la pratique au gymnase. وبكده طبعا يا شباب بنكون اتدربنا على جزئية الإيميل اللي عليها أربع درجات بيجيب لي ثلاث أسئلة زي ما انتوا شايفين وطبعا بيجيب لي الأسئلة ديت ثلاثة لازم إجابات كاملة زي ما قلنا إجاباتنا في ما سبق من السبعة عشان أخد الأربع درجات فيها. آخر نقطة في الامتحان هي السوجي وطبعا هنكتب لكم هنا المطلوب من حضراتكم عشان خاطر محدش ينسى المطلوب. واحد حفظ واحد هنقول حفظ صفحة رقم 81 وصفحة 82 2 حل الواجب أو قبل حل الواجب هنقول مذاكرة القواعد من حصة اليوم 3 هنقول حل الواجب اللي هو رقم 3 الواجب 3 هنوريكم الصفحة بتاعته حالا اللي هو كالآتي من صفحة طبعا 37 ل 41 أو من 26 ل 41 وبعد ده كله طبعا أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا معانا النهاردة وتكونوا طبعا ما ضيعتوش وقت على الفاضي أتمنى إن الجميع يكون مركز أتمنى إن الجميع ربنا يكرمه إن شاء الله ويجيب 40 من 40 كل دوت بتكاتف مدرسينكم معاكم تذكروا دائما وأبدا إن احنا في ظهركم مش هنسيبكم خالص معاكم لغاية ما نخلص امتحانات ثانوية عامة إن شاء الله بالتوفيق يا حبايبي وألقاكم على خير وما تنسوش طبعا موعدنا على الجروب للولاد سبت وأربع الساعة 6 للبنات سبت وأربع الساعة 8 ما تنسوش المشاركة على الجروب مهمة من خلال رقمنا 010-10-24-2004 ده لأي حد محتاج يدخل على الجروب وبالتوفيق يا حبايبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.